شكرا عبد العزيز البكر وللخبراء في الاستوديو. عشاق كرة القدم، طابت أوقاتكم ومرحبا بكم في اس اس سي وشاهد في اي بي، وهيا بنا معا لنعيش جولة جديدة من جولات دوري روشن الفريدة. هيا بنا إلى مدينة الملك عبد العزيز الرياضية هنا في مكة المكرمة. الفارس القادم من نجد وسط حضور جماهيري نصراوي فخم جدا هنا أمام فرسان مكة العالمي بطل الشتاء، وبهذه الصورة إذ يحضرون ومن وقت مبكر جدا المباراة الماضية أمام الفتح، بينما فرسان مكة يدخلون هذا لك جيرسون ليل رودريغيز اللاعب القادم من لوكسمبورغ. خطأ لمصلحة الدون، خطأ من نصيب. من جديد محاولة قائمة وإرسال الكرة، التغطية حضرت لكن قطعت مباشرة لكريستيانو رونالدو. خطأ من نصيبة لعدم الاشتباك، لكن الآن كرة بتوصل على طول وتبعد إلى كونان، بيرسل كرة تغطية ناجحة من مكي، عادة الكرة لك، تقدم الآن والكرة بتوصل من لعدم الاشتباك، لكن الآن كرة على طول باتجاه غريب، فرصة للتسديد لكنها بتمر إلى خارج أرضية الملعب. عبد الرحمن غريب وبالتحديد انتظار الدون، الكرة التغطية حضرت في التوقيت المناسب. ميرا التحرك الآن للجهة اليسرى لكنها بية نصراوية. هذه الكرة الأولى بالكعب، وكان قبلها كان في فاصل من المهارة. هنا تسديدة الدون، لكن ظهور لأوسكار دوارتي. الكرة من كونان عالية عالية سهلة. لاعبين في الدور الأول المباراة الماضية الآن يسدد كرة تصطد وتصل إلى ركل الزاوية بعد أن نجح الجدار الأحمر. كرة بترسل على طول، محاولة تسديدة، الله يا جيرسون، الله على كرة أنقذها القائم يا نواف، أنقذها القائم يا عقيدي. الأخطر في المباراة بالنسبة لكتيبة الرودي غارسيا، تكسبه الوقت والمساحة والخطورة الدائمة. السلام إن شاء الله عبد الرحمن غريب، واقع على أرضية الملعب. كريستيانو لمسة باتجاه غريب باتجاه الدون، بيسدد، الله كالقمر لا يغيب مطلقا. اي والله هو كالقمر لا يغيب مطلقا، بالاسم والتاريخ والشخصية والتأثير. غريب صانع هدف، الله 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 الله، نصر الدون، نصر الدون، نصر الدون، هكذا وبهذا الصوت. سي مرة أخرى، مرة أخرى، الله 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 الله. ووضع في مكة كريستيانو رونالدو، أظهر اسمه وتاريخه وشخصيته والكاريزما والتأثير. سامي على طول إلى كونان وعرضياته، عرضها لكن التغطية حضرت
عادت الكرة من ماشب، يطالب بالعودة للفار. هذه اللمسة في وليد باخشوين، هل كان هذا الأمر بالنسبة طلع لأول هاتريك له مع النصر بعد هدفين؟ ولا أروع ولا أجمل ولا أثيانو أولاً، كريستيانو ثانياً، كريستيانو رونالدو يتقدم ويضع الكرة. نعم نعم نعم، هيا بنا إلى السي رونالدو، كريستيانو رونالدو ليلا في مكة. كريستيانو رونالدو رابع أهدافه وأول هاتريك له، يضرب هنا الحمر في ملعب النار ويشعل النار فرحا وابتهاجا واحتفالا بنصر الدون. نصر الدون هو هنا من أجل الفخم كريستيانو، والتسديد الآن تصل أن بالإمكان الكرة بتوصل على طول إلى العقيد. سلطان بيحط كرة، الكرة عند انطلاقة حاضرة ومحاولة، وكرة إلى ركرة بتوصل إلى جيرسون لرودريغيز، يتقدم ويفكر بالتسديد اليوم. كريستيانو يتقدم، السوبر السوبر، طلب الكرة، التحرك، صاروخ النصر يضرب من جديد، يضرب ولا يبالي، وفي ليلة واحدة يقصف ويعصف أربع مرات. نصر الدون، نصر السي، نصر الفرح، نصر العالم.